ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وده حدث تاريخي بالنسبه للشانل بتاعتنا على هوم سينما، او سواء ستيفلر رياكشن على هوم سينما. لايه؟ لان لاول مره بنعمل تريلر رياكشن مباشر مع تريلر لسه هينزل كمان بالظبط 10 دقايق، وهو التريلر رياكشن او التريلر لفيلم ذا ماتريكس ريزوركشن او الماتريكس الجزء الرابع. انا بالنسبه لي يا جماعه ماتريكس ده واحد من افضل الافلام الطفوله بالنسبه لي، بتكلم على الجزء الاولاني اللي هو بتاع 1999، واحد من افضل الافلام بالنسبه لي. الجزء الثاني والجزء الثالث ما كانوش معايا بصراحه قد كده، ما عجبونيش قوي زي الاولاني. الثاني ما كانش وحش، الثالث اللي كان بالنسبه لي كان صعب خالص، الثالث ما عجبنيش خالص. الاول والثاني كانوا افشخ بكتير، بس الاولاني بالذات عنده معزه كده الى قلبي، الجزء الاولاني بالذات بتاع ماتريكس بتاع 1999. الاخراج هو لنفس البني ادمه اللي عملت، او نفس المخرجه اللي عملت قبل كده ماتريكس 1 وريلودد وريفولوشن، اللي هي لانا واتشوسكي. تقريبا على ما اظن هم كانوا اولاد وبعد كده تحولوا، يعني بقوا بنات يعني. ما علينا، مش دي قصتنا. البطوله الكيانو ريفز طبعا هو في دور البطوله لنيو، ومعانا كمان كاريانا ماس في دور ترينيتي. ومع الاسف الخبر اللي انا ما عجبنيش ان مورفيوس مش هيكون موجود في الجزء ده، وده حاجه بجد معصباني جدا. ومعانا في البطوله يحيى عبد المتين وكريستينا ريتشي، وفي نيل باتريك هاريس، معرفش ازاي نيل باتريك هاريس في ماتريكس، هنشوف. وفي معانا كمان بريانكا شوبرا. اكتر حد برضو مزعلني ان مش موجود زي مورفيوس اللي هو الممثل اللي كان طالع في الاجزاء القديمه، اللي هو بتاع مستر اندرسون، اللي هو كان لابس نظاره، اللي كان دايما بيجري ورا نيو وعايز يقتله والكلام ده كله. مع الاسف مش فاكر اسمه، ثواني لازم اجيب اسمه، لان انا الراجل ده يعني كان ليه تاثير جامد جدا 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 في الفيلم بتاع ماتريكس، و انا بحب الراجل. اسمه هيوجو ويفينج، ده اللي كان عمل في فور فينديتا، كنت بفتكر الفيلم. انا بحبه جدا الممثل ده، وزعلان قوي ان هو مش هيبقى موجود في الفيلم ده، على قد ان هو في الكاست ليست هنا قدامي مش موجود، فيمكن يكون مفاجاه لينا ان هو يتعرض في التريلر اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن. التريلر بالظبط فاضل له 7 دقايق قدامنا، واحنا منتظرين هل التريلر هيبقى حلو وهل التريلر هيبقى وحش، الله اعلم. فده برضو حاجه من الحاجات اللي انا مقلق بصراحه ان ماتريكس يرجع تاني في السينمات بعد 2000. ماتريكس 1999 وتقريبا 2003 و2004، فانت بتتكلموا في حاجه بقى بتاع قد ايه، مثلا بتاع حاجه و15 16 17 سنه، فشيء كبير، يعني شيء كبير ان ماتريكس يعود الى السينمات في عام 2021. وهو هينزل سينما، ماتريكس هينزل سينما، اللي هينزل هو ريزركشن هينزل سينما، وهيتعرض على اتش بي او ماكس تقريبا بعد صدور الفيلم في السينمات، بعدها ب 20 يوم او 25 يوم حاجه شبه كده. بس انتوا عارفين ان ماتريكس من الافلام اللي ما ينفعش تتفرج عليها من الاخر يعني في البيت. ماتريكس من نوعيه الافلام اللي لازم تتفرج عليها في السينما. سي جي اي بقى يا معلم بقى، ده يعني حاجه واحده بس كفيله ان هي الهايبنس بتاعت ماتريكس ان هي تعود تاني الى السينمات بعد مرور مش عارف 15 16 17 سنه فاتوا. فحاجه هتبقى حاجه عظمه يعني، انا متاكد. خصوصا ان امبارح او اول امبارح نزل تيزر صغير جدا بيدي شويه مشاهد لماتريكس. ما اتفرجتش عليه لان قريت برضو حاجات قالوا ان بعدها بيوم، اللي هو النهاردة يعني اللي احنا بنصور فيه الفيديو، بعدها بيوم هينزل الاوفيشال تريلر 1. فانا بصراحة قلت مش مشكلة اتفرج على الحتت الصغيرة اللي كانوا هيجيبوها او اللي اتجابت في التيزر. وقالوا ان اليوم اللي بعديه اللي هو النهاردة، التصوير اللي احنا بنصوره فيه النهاردة، هيبقى الاوفيشال تريلر الاولاني لفيلم ماتريكس ريزركشن. فقلت هتفرج على التيزر ليه وهعمل له نسبه ترقب ليه، وان اساسا الاوفيشال تريلر هينزل تاني يوم، فقلت مش مشكله هستنى تاني يوم وهتفرج عليه تاني يوم علشان نقدر نعمله تريلر رياكشن ونديله نسبه ترقب. انا بصراحه زي ما كنت بقول من شويه ان ماتريكس
الفيلم ده بالنسبة لي واحد من أفضل الأفلام، الجزء الأولاني واحد من أفضل الأفلام بالنسبة لي أنا، وخصوصا إن يعني الفيلم ده بالذات لما نزل واتفرجت عليه وأنا صغير، أنا من جيل ماتريكس، لما اتفرجت عليه وأنا صغير أنا حرفيا الفيلم ده لما اتفرجت عليه لأول مرة، وبعد كده كان في حاجة اسمها في سي دي، ما كانش لسه في حاجة اسمها دي في دي، الفي سي دي ده كمان مرحلة متقدمة، لأن قبليه كان في الفي اتش اس، وأنا حضرت الفي اتش اس. الفي سي دي ده كانت صوره يعني ما يعلم بيها الا ربنا، تحس ان هي تصوير سينما على سي دي هي. اللي كان معاه بصراحه السي دي بتاعت ماتريكس ده اكنه كان معاه كنز. انا حرفيا السي دي هي دي لما كانت عندي كنت بتفرج على الفيلم، انا شبه كنت بتفرج على الفيلم كل يوم وكنت صغير بقى، فكنت مبهور من قد ايه السي جي اي اللي كان معمول في الفيلم والطريقه بتاعت الفيلم. طبعا ما كنتش فاهم منه اي حاجه لان كنت لسه صغير، انا كنت مبهور بالاكشن او الاجواء بتاعت الفيلم ذات نفسها، وازاي بيحطوا بتاع في قفاهم ولا في دماغهم ويخشوا عالم تاني والحاجات دي كلها. طبعا انا في سني لما كنت صغير كنت مبهور يعني بكل الحاجات دي. فالجزء التاني لما جيت اتفرجت عليه في السينما، الجزء التاني والجزء التالت انا بصراحه ما عجبنيش. التاني كان الى حد ما شغال، بس برضه ما اقدرش يديني نفس الفايبز بتاعت الجزء الاولاني. والتالت بقى انا بالنسبه لي كان سيء جدا 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 جدا. فما اعرفش ممكن اتوقع ايه من التريلر بتاعنا النهارده، كلها 4 دقايق وهنعرف بريميرز ان 4 مينتس، فده شيء برضه انا مترقبه. واكتر حاجه بسطاني جدا ان احنا هنعمل لايف رياكشن على هوم سينما لاول مره، ان احنا هنتفرج على تريلر هينزل كده فريش وبريمير، وهنتفرج عليه وحاطين بقى الحاجه بتاعتنا ومستنين التريلر بتاعنا علشان نتفرج ونعمل له تريلر رياكشن. على فكره ناس كتيره جدا حالاتي، ان اللي هم الناس اللي عاشوا الفتره بتاعه ماتريكس بتاعه 1999، يعني الفيلم ده بالنسبة لنا احنا الجيل بتاع التسعينات ده، الفيلم بالنسبة لنا ده حاجة كبيرة، وخصوصا ان احنا اتعلقنا بالكاركتر بتاع نيو، وخصوصا احنا رجعنا اتعلقنا بنفس الكاركتر بتاع كيانو ريفز في فيلم جون ويك، لان جون ويك ال3 اجزاء بصراحة جامدين فشخ من ناحية الاكشن يا باشا. يعني جون ويك 1 2 3 ثلاثة افشخ من بعض، يعني الاولاني لما جه نزل قلنا الجزء الثاني افشخ من الاولاني، والثالث لما نزل قلنا الثاني وافشخ من الثاني والاولاني، ولسه كمان هينزل فيه جزء رابع. وحاجه بصراحه واو. بس انا بجد متضايق جدا ان مفيش مورفيوس في الجزء ده اللي هو لورنس فيشبرن يعني، فانا بصراحه متضايق جدا. فانا مش عارف هل يحيى عبد المتين ده هيكون مورفيوس وهو صغير وهيجيبوا لنا البريكول بتاعه ولا لا، فانا مش عارف بصراحه. وفي جادا بيك سميث طبعا اللي هي نيروبي بتاعت ماتريكس طبعا، مش بتاعت لا كازا دي بابيل يعني. ومش عارف، انا اكتر تو كاركترز انا مستغربهم جدا ان هم موجودين في الفيلم بريانكا شوبرا ونيل باتريك هاريس. انا مش عارف ازاي نيل باتريك هاريس موجود في ماتريكس ده بجد بقى اللي انا مش فاهمه. تفتكروا نيل باتريك هاريس ممكن يكون نفس الشخصية اللي كنت بتكلم عليها من شوية بس وهو صغير، اللي هو بتاع مستر اندرسون؟ تفتكروا؟ ممكن، ليه لا؟ يعني ممكن الفيلم هيودينا للبريكوال ومورفيوس مثلا يبقى يحيى عبد المتين ده وهو صغير، ونيل باتريك هاريس ممكن يبقى اللي هو مستر اندرسون ده وهو صغير. مستر اندرسون اللي هو نيو يعني، بس انا بقول عليه مستر اندرسون يعني، اللي هو اسمه ايجنت سميث من الاخر يعني، هو دايما كانت الجمله بتاعته المشهوره يا مستر اندرسون. فتفتكر ممكن يكون نيل باتريك هاريس هو صغير؟ الله اعلم برضو، انا برضو مش عارف. ممكن برضو كريستينا ريتشي تبقى مثلا ترينيتي وهي صغيره، الله اعلم برضو، ده شيء غريب جدا. اوه 60 سكند، يلا 60 سكند وهنتفرج على التريلر بتاع ماتريكس. 60 سكند يا بالحاج، واديني التريلر ناو. يلا انا متحمس فشخ. 60 سكند 60 سكند، انا عايز اسمع بس الصوت بتاع الحاجات اللي بتنزل دي عشان اشوف الذكريات بتاعتي بتاعت زمان بقى. عارفين الحاجات الخضراء اللي بتنزل دي؟ الصوت كان في صوت كده بيبقى معين كده، الصوت مش عارف، صوت غريب كده برضو، نوستالجيا، في شويه نوستالجيا حلوه كده. يلا اديني بقى، اديني، خش عليا بقى، 60 ثانيه دي ما بتخلص. خش عليا بالبريمير يا باشا. موضوع البريمير ده لذيذ، انا ابتديت ريسنتلي زي ما كنت بقول كنت بعمله في الفيديوهات بتاعتي، عاجبني موضوع البريمير ده قوي. دقيقتين، 2 1. Time to fire.
يا لهوي على العظمة. لا 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 بجد، لا عظمة، في عظمة عدت قدامي، في عظمة عدت قدامي. انا مش قادر، انا ما كنتش قادر امسك نفسي. انا زي ما قلت وتوقعت ان يحيى عبد الرحيم ده، ولا اسمه يحيى عبد المتين، هو مورفيوس زي ما انا كنت متوقعت، وهم هيرجعوا في الوقت، هيرجعوا بريكوال زمان. معلش يا جماعه سبويلر، انا المفروض يعني المفروض على حسب ان انا فهمت، يعني انا مش مجنون، يعني على حسب ان انا فهمت في ماتريكس ريفولوشن اللي هو الثالث، نيو كان مات واسمها ايه دي كانت ماتت، اللي هي ترينيتي، الاثنين كانوا ماتوا. ففكره ان هم يرجعوا تاني، فعشان كده اسمه ماتريكس ريزركشن، فهو بيرجعوا تاني للحياه. المشهد بتاع البلو بيل لوحده، المشهد بتاع البلو بيل لوحده يعني ده كفيل ان هو واو. انت عارفين يعني ايه لما شفنا، يعني او انا شفت البلو بيل والريد بيل، دي لوحدها كانت عظمه. يعني مفيش، يعني البلو بيل دي اللي هو معناه خلاص هو طالع من ماتريكس وبقى عايش حياته العاديه، وحتى ترينيتي ما كانش عارفاه. واو 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 واو، ايه ده؟ ونفسي اسمع الجملة الشهيرة بتاعت نيو بقى في الفيلم، اللي هو guns lots of guns، نفس الجملة اللي اتقالت في جون ويك. بس انا حسيته شوية فايبز من جون ويك، معرفش ليه. انا مش عارف ليه هو ما حلقش، يعني انا كان نفسي بصراحة كيانو ريفز يحلق، معرفش ليه حسيته ان هو مدي شوية على جون ويك. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ يعني والله حسيت ان انا طول الوقت قاعد بتفرج على جون ويك مش نيو، او يمكن عشان انا كنت بريليت مع ماتريكس، كان نيو كان شعره صغير ساعتها، فمش عارف، فيمكن الله اعلم. فحسيت ان هو كان المفروض يحلق، يعني انا من وجهه نظري الشخصيه كان حسيت ان هو كان المفروض يحلق. يمكن عشان كان ممكن يكون بيصور جون ويك، فالله اعلم، فمش عارف. في كميه سي جي اي مش طبيعيه، وبصراحه I'm mind blown. اكتر حاجه بجد متضايق ان انا ما شفتهاش، زي ما انا قلت ايجنت سميث، اقسم بالله اقسم بالله لو كان ايجنت سميث مع قفله التريلر كان قال مستر اندرسون، اقسم بالله نسبة ترقبي كانت هتبقى 10 من 10، بس مع الاسف نسبة ترقبي هي 9 من 10 لماتريكس ريزركشن. مبسوط فشخ ان انا اتفرجت على التريلر. وش يا جماعة، الفيلم ده الناس بتوع التسعينات ابوس ايديكم، الفيلم ده لازم سينما، ما ينفعش في البيت، ده الفيلم ده لازم سينما. الناس بتوع مواليد التسعينات هيقدروا يعني ايه ماتريكس، والاول مرة هنشوفه في السينما بعد مش عارف 15 من 15 ل 17 سنة مثلا، فده هتبقى حاجة جامدة مبدئيا. فلا ده لازم سينما، واقسم بالله لو كان ايجنت سميث ده كان ظهر في الاخر وهو بيقول مستر اندرسون والتريلر يقفل على كده، يا لهوي يا لهوي، انا كنت حرفيا كنت ممكن انط من المكان وانا قاعد يعني. لا بس انا بصراحة متفائل خير، واتمنى ان هو يكون احسن من الجزء الثالث، واتمنى ان مورفيوس اللي هو لورنس فيشبرن يطلع في الفيلم ده ان شاء الله، حتى يطلع كيميو، يعني يطلع مشهد صغير، اتمنى بصراحة. لان مش عارف، هل ما اعتقدش الشخص الجديد ده اللي هيعمل مورفيوس وهو صغير ممكن هيبقى حلو او شاطر في الدور. طبعا مورفيوس كان احسن بكتير، لورنس فيشبورن طبعا الاصلي، فاتمنى ان هو يرجع ان شاء الله حتى كيميو صغير يعني، وهم بعد كده اتنقلوا للمستقبل يعني. بس اتمنى ما يكونش في ماتريكس 5 يعني، اتمنى لو هيعملوا ماتريكس الرابع ده خلاص تمام، ما يكونش بقى اقول لي بقى في 5 وفي 6 وفي جون ويك 5 وفي جون ويك 6. انا مش عايز بقى الحاجات العبيطه دي، انا مش عايزها بعد اذنكم يعني، خصوصا ان الجزء الثالث كان ما كانش حلو اللي هو ماتريكس الثالث. بس دي كانت حلقتنا، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب، ما تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها مالون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.